بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة رفا الدبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة في زراعة كركديه، مع أول من دخل الزراعة الأورجانيك في قريتنا نفس يعني الخير لكل الفلاحين، وعنده حماسة وعنده طيبة سبحان الله، هتلاحظوها في كلامه وفي وجهه، يحب الخير لكل الناس، نفسه كل الناس تربح من الزراعة وتوصل يعني لأعلى المستويات. فهو يعني محب التطوير ومحب الكل جديد. تابعوا معنا الفيديو، والله احنا يعني مش بنزكيه ولا على الله، لكن هو فعلا محمد سيد ابو المجد. فبرضه كل ما نقعد وكل ما نشتغل في الارض او نزرع زرع نتعلم من الحي جديد. يعني واحد زي الحاج حماده يفتكر ايه الابتكار، ان احنا برضه فكرنا طيب احنا الزرع شفتها ميه لا قفلنا سرابه فتحنا سرابه، بحيث حتى في التسميده معنا حنسمى السرابه ثاني سرابه، مش حنسرابه نسمى سرابه في التسميد برضه التسميده فالميه تخش معنا في سرابه واحد يعني واحد مفتوح واحد مفتوح، دي وفرت معنا حتى الزرع نفسه الارض مش هترم ميه كثير. ثاني حاجه ان الزرع برضه ايه واخذ راحتك تمشي براحتك انت يعني حتى لو الزرع مسقية انت تعدي عادي خالص، لان في مكان انت تعدي فيه يعني مكان فاضي. يعني الحمد لله دي حي جديده جاتنا في البلد، يعني اول سنه احنا نزرعها عندي في المنطقه، بس كنا زرعين في الجبل، زرعت في الارض الحره زي كده، فابتدينا مع الاستاذ حماده ومعي كذا مزارع يعني معنا زرعين في المنطقه الحيط، يعني معنا 7 حجر حوالي زرعينها في المنطقه الحيط، كل واحد وطريقته. طب بالنسبه لزراعه الكركديه، يعني هو هل وجه بحر هيزرع كركديه زينا؟ هيزرعه. وبعد خلي بالك احنا في اللي جاي النباتات العطريه دي يعتبر من ضمن النباتات العطريه الاعشاب العطريه، يعني ده حاجه كويسه وربع مربحه. طب يا ابو عبدو يا اخي، يعني ليه ثقافه ان الزراعه العضويه دي ما تنتشرش عندنا مثلا؟ والله مولانا هو تعتبر الوعي جانا متاخر شوي، احنا يعني يمكن عشان برضه الطلوع والواحد الحياه اللي اطلعها دي الندوات والحياه اللي برا دي كسبتنا في حياه يعني جديده، برضه علاقاتنا زادت، عرفنا دي وعرفنا ازاي، رغم ان الحياه العطريه دي من الحياه المربحه يعني يعني احسن من اي زرع ثاني، لان لي سوق لي سوق ولي ناس تاخذه الناس ما عاوزاش السموم ما عاوزاش الكلام، لان بصوا احنا مولانا الزرع قد وقت ما فيش سم ولا فيش لغايه ما ينتج برضه فيش سم جميل خالص، كله على السبرين وعلى الخل حاجات طبيعيه يعني ومعنا سماد اسمه مو برضه احنا نستخدموه لسه في التسميد، يعني نص التسميد هو اللي يزوده معنا. يعني والله واحد يعني من متابعي القناه كتب لنا تعليق على الفيديو اللي عدى هيقول انتوا يعني بدل ما تشتروا سماد وكده زي مو او غيره، يعني هيقول انت لو جبت السبله بتاعت المواشي وحطيتها في شوال وحطيتها في برميل وسبتها كم يوم وكده بحيث يتنقع يبقى سماد، واحنا هينزل معنا برضه احنا هننزله منين هتعملوا بس هنعمل احنا هنعمل نعبي الشكاره اللي هو الشكاره بتاعت السماء بتاعت الخيش نحطه في اول مسجد نسدوا بيها المسجد كان سماد طيور كان سماد بهايم مخلفات وشغالين كده برضه جميل جميل خالص، بس اخف اوفر معانا وخف التكلفه معانا والحمد لله برضه، يعني خلي بالك مولانا حاجه كويسه يعني ضرر انا يعني في الانتاج السنه اللي فاتت معانا ويا رب يدوم معانا يعني ان شاء الله باذن الله وربنا يوسع عليك. في الشتو جاي يعني في الحياه الشتويه انا زرعت السنه اللي فاتت معاهم برضه زرعت قرطم كنت زرع قرطم كنت زرع 3 فدان قرطم السنه اللي فاتت، يعني في نباتات شتويه برضه في الياسمين والكراوه برضه، وبرضه احنا زارعين حتى كركديه الاحمر اورجانيك زارعينها برضه نفس المعامله دي متعبنا معاهم جميل ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله ربنا يوفقكم يا ابو عبدو ربنا يوسع عليكم ان شاء الله الله يديكم العافيه. طب يا ابو عبدو يعني انا شايف ان في يعني اشجار مختلفه عن اشجار، يعني هنا شجره هنا غير الشجره الثانيه دي دي تختلف عندي ده نوع وده نوع يعني في 7 انواع ما انت شغالها تلقاها 7 انواع من الكركديه كل نوع احنا في الاطباق هنفرش نخلي كل نوع لحاله الله انت يعني كل نوع لحاله هو ده اللي هيخليه عشان هو ده السبب ان هو الدجاج السنه اللي فاتت ما تنزلتش من بعد السبب ان هو انت مزروع كله مع بعض الزرع كله مع بعض واتحصد كله مع بعض، لكن لو اتعزلت من الاول الدجاج هتبقى تتوحد، هيبقى انت عايز نوع تزرع من الانواع 7 تختار لك نوع مربح وهيجيب هو اللي تزرع.
يعني انت كده يعتبر تجاو كلها في الغله جاياك مره واحده مع بعضيها. جات اللي جات جايه مخلطه. مخلطه تحافظ عليها في الجاي، تحاول تعزل كل نوع واحد. خاطر توحد الزرع بتاع الغير. توحد التجاو نفسها. اكثر من نوع ادي دنو. طب هل في نوع مثلا افضل من نوع من الانواع دي يا عم حماده؟ احنا لسه ما جربناش الطرف. لا الانتاجيه فيه. جربتها ابو عبده؟ جرب. انا سنتين وانا ازرع كده. بس انا مساحتي قليله يعني. طب ايه الافضل من نوع افضل نوع من الانواع السبعه دولة؟ خلي بالك هو كله انتاجه واحد، بس في اللي هو ترقلوزه بتاعتك عافيه كبيره. كبيره وده عجيب من وين؟ نخف الزرع معه. لما تخف الزرع. كل ما تخف الزرع وتاخذ منه خلي الزرع واحده تاخذ انتاج منه. ان شاء الله المزارعين يعني يقلدوكم وقدروا يمشوا بنفس طريقتكم ان شاء الله. كل المزارع خلي بالك انا سالفات، انا كنت واحد في منطقه واحده. انا جايب يعني حوالي سبع حدود في منطقه ما شاء الله. حماده وحسن الحجاجي. وجمال يعني ناس كثيره بس صابر فوق زرعه برضه. لا جميل يعني بدأت الزراعة تنتشر عندنا الحمد لله. إن شاء الله السنة الجاية كل واحد احنا قلت على من الطريق كل واحد تعاقد حاله ويعرف المكان ايه وفي حياة ثانية أفضل من دبر يعني ده يعتبر فتحة باب بس كده. وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. إن شاء الله أحسن على طول. وربنا يوسع عليكم إن شاء الله. دائما طالما تسعى في الرزق ربنا يعينك. صح الله يديك العافية يا محمد. الله يديك العافية يا محمد. الله يقويكم، ربنا يوسع عليكم إن شاء الله ويرزقكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم.